tap up the lena Bismarck ku usumu metere kuli omde metere pita legend wa lena sharikna taba mashina Tanzania shamba nimshi nalab el wasolo bita misada bda taba ande tijriba lana da awal بالنسبه لي لكن كل طبعا هي مفاجاه اصل دي لانه افار لي طبعا هم جاهزين من بدري وتجهيز بتاعنا كان بسيط ما كان ناي لكن بنكر الاتحاد لانه جبرت نزار ولازم نمشي نشارك وشكرا للاتحاد يعني لانه عمل له ونحن وتواصلنا هناك طبعا لقينا الفاجعنا بمستويات المستويات يعني في دول عندهم كبرى يعني متقدمين مننا عندك دي كينيا عندك دي مصر عندك دي تنزانيا ذاته عندك دي رواندا بوروندي وممكن الفريق الضعيف ممكن حبش الفريق بتاع السعودية يعني او كان هو ضعيف خالص يعني ما له قدر كده لكن فريقنا طبعا هو لعبه يعني بلعبه بقوه وبتاعهم كله يعني بقد الجهد بتاعهم تمام يعني في الميدان لكن في النهايه جب في هاي اسم الفنيه طبعا وبتكون مفرق ما 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 بكون نفس الفنيات اللي عندنا يعني بتغير لانه فنياتهم طبعا الناس دي لعبوا دم طويل وعندهم دورات طبعا بلعبوا دورات ذات مع بعض ممكن اول سنه السنه ده لان عملنا تجربه للفريق بتاع رايدات على اساس انه عملوا لهم دوري وعملوا دوري مسكره والدوري كان برضه كان في تعب شديد لانه كنا بنمرن مع صباح وبيجي بلعب في المسا دوري وفي نفس الوقت عينا منهم ال 14 شلناهم هنا وياهم مشينا وافقنا به هنا والحمد لله يعني انا بتقول انه ما فات حاجه جنب السودان طبعا هو ياو فيها قوة فيها قوة كويس يعني أنا رايدات كتير فيه موجودين كلينا لكن لسه مستواهم تعبانة لكن إن شاء الله بعد بنقضي الجهد حتى الموسم الجاي لما نيجي لو يشاركنا ما راح نمشي مشاركة بقى راح نمشي منافسة راح نمشي ننافس كان في طريقة ممكن نجيب القدر ممكن نجيب البطولة ما في أي مسائل لكن وقف علينا هنا الاستعداد بتاعنا راح يكون كيف؟ هل الاستعداد بيكون ضمن معقولة؟ ولا الاستعداد برضه يكون زي أسد؟ لو يكون زي أسد معناه بيكون صعب علينا شوية. لكن لو بدينا من أسد وماشيين لقدام وبنعمل نتائج كويسة. نعمل نتائج كويسة جدا جدا يعني المدربين اللي كانوا شاركوا هناك المدربين الكبار مثل مصريين ويوغنديين اللي يسموا كينيين وتنزانيين ورواندين يقول لنا والله يا جماعه هاي فريقكم ده ما تجيبوا ثاني لان شمنا والفريق ده عنده مستقبل كبير قدام يعني لو هنا جهودنا هنا عملنا جهود كويس وما في حاجه اسوله مستحيل لربنا يعني كل شيء ربنا يا رب يعمل كل شيء وان شاء الله نتوافق واجتهاد يساعدنا شويه ويدلعونا برضه بيجي من الناس بتاعنا اللي هم التجار الكبار وناي بتاع ممكن يساعدونا عشان نينا نكون لنا رايدات قوية وسمعته يكون أحسن يعني وإن شاء الله ما في مشكلة يعني بنقضي جهودنا شديد بنينا كمدربين وبنعمل علينا باب يزار بنعزل الناس اللي ممكن يعني يقدر يشاركوا لنا في الدورات اللي بيجي وإن شاء الله يعني ما في مشكلة اسمك؟ اسمك؟ ويليام دين اوكي شكرا